قبل الفاصل كنا بنتكلم عن خط الهجوم، هو رشح بواليا قدام وتحت منه قفشة وأجاي، كنا توقفنا عند الدفاع والناحية الدفاعية، فأكيد أكيد موسيماني هيأكد على اللعيبة أو الدفاع بشكل عام أنه يعني يواجه أو كيفية مواجهة السرعات المنتظرة من فيتا كلاب بطل الكونو، ولا إيه يا كابتن؟ طبعا دي انا قلت فيها اتكلمت فيها برضو، قلت ان لازم في حذر كبير جدا من خط الظهر بتاعنا، ان انت ما يدخلش في الجول. عندهم لعيبه مميزه جدا، عندهم اوبد مايامبا ده راس الحربه لعيب كويس قوي، هداف الفرقه جايب هدفين، عندهم اميدي مساسي رقم 14 وده لعيب مهم جدا وتقريبا من ابرز اللعيبه اللي عندهم، لعيب في نص الملعب كي بلاير وكان رقم 14 ديفندر وبيزيد كمان بالظبط. لعيب كويس قوي وشفناه في المباراه اللي فاتت، ليه تاثير كبير جدا على اداء فيتا كلوب. عندهم الباك اليمين شباني تقريبا، وعندهم الباك ليفت، لا هم عندهم العناصر كويسه جدا، والعناصر كويسه في اماكن مهمه يعني باك رايت وباك ليفت وراس حربه. انا شايف ان الفرقه برضو هتبقى متعبه يا كابتن هاني، مش هتبقى عندك في الباك الشمال لو ايمن اشرف مش جاهز هتعمل ايه؟ ايمن هيبقى جاهز، لكن انا بتكلم عليهم هم عندهم، بص هم عندهم مشاكل، ويمكن من افضل ماتشات وكان واخد يعني رجل الاسبوع كان حارس المرمى، كان متالق بالظبط كمان بطريقه غير طبيعيه، ما اعتقدش هيبقى هو بنفس المستوى او هيظهر بنفس المستوى. عندهم مشكله لسه في السرد باكين، ودي وضحت جدا جدا في المباراه دي حقيقه. لكن عندهم على فكره كوليبالي، اسماعيل كوليبالي ده انا لعبت معاه في سموحه، كان لعيب بطيء جدا ولعب الماتش اللي فات على فكره بتاع النادي الاهلي، سرد باك طويل هو كده كابتن الفرقه، اسمه اسماعيل كوليبالي، وما كانش بيلعب معانا حتى في سموحه، انا استغربت حتى لقيته في فيتا كلوب بيلعب دوري ابطال والكلام ده، لكن هو لعيب بطيء عامه، مش سريع خالص، وكورته عارف رتمه بطيء يا كابتن هاني، اللي هو بيباص بالراحه، سبرنت بتاعه ضعيف، ما بيعرفش يطلعوا الكره من تحت بصراحه، بالظبط بيعتمدوا على الرقم 14 في خروج الكره يعني بالظبط. فانت ان شاء الله زي ما قلت، انت استغلال الفرص اللي تجيلك في اول مباراه دي مهمه جدا ان شاء الله. الحته الدفاعيه زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله يكون بدر بنون وياسر وايمن ومحمد هاني، ان شاء الله اي حد يلعب يبقى موجود، ان شاء الله يبقى في الفورمه بتاعته ان شاء الله.